اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، السلطات في جمهورية جنوب السودان تحتجز 3 من قادة الحزب الشيوعي السوداني. توقعوا ان تكون الحركة الشعبية التي نسقت لزيارتهم قد اخطرت حكومة جنوب السودان. انخفاض نسبة التضخم في الشهر الماضي، هل هي مصدر تعافي ام مرض في الاقتصاد السوداني؟ يعني حتى العلاج ممكن يتخلوا عنه لانه ما بيقدروا يشتروا دواء يعني. وحزب الأمة يتحدث عن مشاركة العسكر وليس الشراكة معهم. نحن ذا كلام واضح، يجب إبعاد القوات المسلحة من الأجهزة المدنية. سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان. حكومة جنوب السودان تحتجز وفد الحزب الشيوعي المكون من الخطيب وصالح محمود وآمال الزين بسبب عدم الإخطار بزيارة كاودا، والحزب يؤكد عودة الوفد غدا الخميس إلى الخرطوم. مسلحون يرفعون حصارا محكما عن منطقة مجر بولاية وسط دارفور بعد إلزام المواطنين بسداد دية تفوق 4 مليار جنيه على خلفية وفاة شخص أثناء مطاردته بواسطة الشرطة. مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين على يد قوات نظامية في احتجاجات تتعلق بخلاف حول أراضي زراعية في أبو حجار بولاية سنار. انخفاض معدل التضخم لشهر أبريل بمعدل قدره 42.46 نقطة، ومحللون اقتصاديون يحذرون من العواقب الوخيمة للانكماش الاقتصادي. حزب الأمة القومي يؤكد تمسكه بعدم العودة للشراكة مع المكون العسكري، ويدعو لتفرغ الجيش لمهامه في حفظ الأمن وحماية الحدود. الواثق البرير ندعو لإصدار مرسوم وقرارات رسمية لتهيئة بيئة الحوار، من بينها إطلاق سراح المعتقلين ورفع الطوارئ. مبارك الفاضل يلتقي الوفد الأمريكي الزائر ويطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى السلطة التنفيذية والتشريعية. تجمع المهنيين يتهم السلطات بالسعي لإعادة اتحاد نقابات عمال السودان المحلول ويعلن مناحته للقرار. تجمع المهنيين الحرية والتغيير يلتقي الآلية الثلاثية ويؤكد أن اللقاء لا يندرج في إطار المحادثات غير المباشرة. إضراب لأطباء الامتياز بمستشفى بشائر بالخرطوم ومستشفى أبو حجار للمطالبة بصرف استحقاقاتهم المالية وتحسين بيئة العمل. تنسيقية الكوادر الصحية بولاية جنوب دارفور تنظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022. العاملون بإذاعة وتلفزيون جنوب دارفور يسلمون الوالي مذكرة تطالب بصرف استحقاقاتهم في سقف الإنتاج والبديل النقدي وبدل اللبس وبيئة العمل. ضبط مصنعين للتعدين عن الذهب باستخدام مواد عالية السمية داخل مدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان. مواطنو منطقة السلامة بمحلية بربر بولاية نهر النيل يحذرون من حدوث كارثة بيئية جراء مخلفات التعدين الأهلي. وزارة الصحة ولاية الخرطوم تعلن عن ظهور 7 حالات اشتباه بالسحائي وتستعجل توفير أمصاله. شكرا زميلي أمين رمضان. وضعت السلطات الأمنية 3 من قادة الحزب الشيوعي السوداني قيد الاحتجاز بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان، وذلك أثناء عودتهم من لقاء عبد العزيز الحلو في كاودا بجنوب كردفان. حول التفاصيل تحدث الزميل محمد عبد الله للدكتور صدقي كبلو القيادي بالحزب الشيوعي السوداني. عندنا وفد ثلاثي يتكون من محمد الخطيب وصالح محمود وأمال الزين، قادروا قبل أسبوع تقريبا ولا حاجة إلى جوبا لإجراء محادثات سياسية مع حركة تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد وحركة تحرير الشعبية بقيادة الأستاذ عبد العزيز الحلو. وتمت المفاوضات في جوبا مع الأستاذ عبد الواحد، وتوجه الوفد لكاودا لمقابلة الحركة الشعبية، وعند رجوعه تم احتجازه باعتبار أنه خرج من الجنوب وعاد إليه بدون أن يخطر الحكومة الجنوبية، حكومة جمهورية جنوب السودان.
فرد زملائنا بأنهم يعتذرون عن ذلك لأنهم توقعوا أن تكون الحركة الشعبية التي نسقت لزيارتهم قد أخطرت حكومة جنوب السودان. وأوضحوا أننا يعني كحزب نحترم السيادة الوطنية لجنوب السودان وقوانينها إلى آخر المسألة. ما زالوا حتى قبل يعني ساعتين نحن حتى ما عارفين محتجزين في الفندق، لكن نأمل أن يخلى سبيلهم ويقادروا إلى الخرطوم. حتى يعني رتبنا حكاية سفرهم دي، لكن ما عارفين متى تخلي السلطات سبيلهم. يعني موجودين في فندق محجوزين تحت حراسها، لكن بمعاملة كريمة ما عدا تقييد حرية الحركة. هذا ومن المتوقع عودة الوفد حوالي الساعة 1:00 يوم الغد الخميس. أوضحت إحصائيات حديثة انخفاض نسبة التضخم في الاقتصاد السوداني عن شهر أبريل الماضي. فهل حصل تحسن في أداء الاقتصاد أم أن الانخفاض في نسبة التضخم يعود لأعراض الانهيار الاقتصادي وتدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية؟ الإجابة في الحديث التالي مع المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل. أصلا يعني سيوريتيكالي التضخم، نظريا التضخم بينخفض في حالة الانكماش أو الكساد. نعم. لأنه الطلب بيكون ضعيف في الاقتصاد. نعم. كل ما كان الطلب ضعيف كل ما كان الناس ما بيشتروا، وبالتالي نسبة التضخم بتتخفض. والعكس إذا كان في طلب عالي ده بيرفع من نسبة التضخم. لكن السودان عايش مرحلة بتاعت كساد، يعني كساد تضخم لفترة طويلة جدا. وفي الفترة الأخيرة السبب الأساسي يخلي الأسعار، لأنه الناس مش أحجموا عن الشراء، الناس ديل ما عندهم الجزء عشان يشتروا. يعني بقى مقارنة احتياجات الناس اليومية والدخول، ودخولهم بقت ما بتتناسق، وبالتالي حيضطروا يعني يتخلوا عن حاجات أساسية. يعني حتى في ناس حتى العلاج ممكن يتخلوا عنه لأنه ما بيقدروا يشتروا دواء يعني. وبالتالي أنت يعني دي لا تعني أنه في حالة صحية لك، بالعكس. وطبعا الانكماش أخطر من التضخم. أصل الاقتصاد مفروض يكون فيه نسبة تضخم، لكن نسبة منج الناس بيقدروا يديروها، يعني 2-4%. يعني لو بقى التضخم عكسي تطوالي بدخلنا في الديبريشن، وده أخطر أنواع المشاكل الاقتصادية، لأنه ده بيطلع جزء كبير جدا من القطاعات الإنتاجية خارج الإنتاج، لأنه تكاليف الإنتاج بتبقى أقل من تأمين السلع المنتجة. نعم. بالتالي الناس بيحجموا على الإنتاج لأنه بيخشوا في خسائر. لكن الظاهرة بتاعت السودان، لأنه السودان كان يعاني لفترة طويلة من كساد تضخم، ودي أخطر الحاجات، لأنه العلاج مختلف. يعني حتى أنت مثلا لو دار تعالج الكساد مفروض تضخ كمية كبيرة من السيولة في النظام الاقتصادي، وعشان تقدر تدعم المنتجين عشان يقدروا ينتجوا كده. لا، والعكس بالنسبة للتضخم مفروض ترفع نسبة الفائدة، تقلل، تعرف حاجة اسمها إدارة الطلب في الاقتصاد، الديماند مانجمنت، اللي هو ترفع الضرائب، تعمل تقلل القروش اللي في يد الناس الديسبوزبل انكم عشان ما يقدروا يمشوا يشتروا بكميات كبيرة ويزيدوا التضخم. لكن الواقع في السودان هنا واقع مختل تماما. بالنسبة لمسألة الإحصائيات، أنا ما أفتكر الحكومة آثرت، يعني إحنا لسه في نظام الإنقاذ لكل حياته السيئة، يعني اللي هو أي المعلومات المفروض تكون معلومات عامة لسه هي سرية. يعني حتى تقرير المراجعة العام هو سري، ده تقرير عام مفروض يتناقش في البرلمان ويتنشر من ما يتناقش، والناس يعرفوا حجم الفساد وطريقة إدارة المال. نعم. يقول لك دي معلومات سرية، لأنه الفساد في النظام السياسي بتاعنا والاقتصادي ونظام الدولة هو بيقى نوم، هو بيقى شيء طبيعي. الشاذ هو يكون في أمانة ومحاسبة وشفافية وكذا، فدي مشكلة السودان. وكل أسف يعني نحن مستقرين في نفس الاتجاه، بنزرع في نفس البذور اللي أنتجت الخرابة اللي تمت في خلال 30 سنة، وبكل أسف بدون أي عار، يعني بدون عار من مسألة الفساد، كأنه من حقك أنك تفسد وتسرق وتنهب. وللأسف يعني ده المستمر في السودان يعني. نعم. طيب هسه يعني الخطورة اللي انت اشرت لها بتاعت التضخم العكسي اللي هو توقف الانتاج ده، يعني ايضا حيكون عنده نتائج وخيمة جدا على الانشطة. ايوه، لانه ده بيخلي الناس عطالة. يعني اذا كان عندك دخل ما بكفيك يبقى ما عندك دخل، دي مشكلة.
أنه الكساد اللي هو فيه الأسعار بتنزل لدرجة أنه تكلفة الإنتاج تبقى أقل من السعر، وبالتالي ما في زود منتج لأنه إنتاجك معناته مزيد من الخسائر، وبالتالي أنت لو عندك ناس شغالين يوليدهم أعود بتطرورهم بتترفدهم، وبعد ذاك بيحصل انكماش. وأصل حقيقة في القطاعات الأساسية مثلا زي القطاع الزراعي، الزراعة تعاني مشكلة كبيرة جدا لأنه التكلفة بتاعت الإنتاج عالية جدا، وأسعار المحاصيل في الموسم كان لا تغطي التكلفة. دي من تجربة شخصية لي أنا بزرع برضه، نعم. ما بتغطي التكلفة، يعني ما بتغطي لك تلتين التكلفة خليك تحقق لك أرباح. طيب يعني ما بزرع. طيب استاذ حافظ فعلا يعني مقاطعة لك، يعني في الأخبار إنه المزارعين في الجزيرة عندهم مشكلة في إنه الحكومة أحجمت عن شراء القمح بأسعار تشجيعية، والناس أيوة. حيخشوا في مشاكل. أيوة ده يوريك أنه القمح حيتباع بأقل من سعر التكلفة. السنة الجاية أزرع قمح ليه؟ ما أزرع قمح، ما هو كده. دي مشكلة، دي المشكلة بتاعت الكساد. هو طبعا الحكومة بتحجم لأن الحكومة أصلا ما عندها قروش. الحكومة قروشة توظيفها تدفع فيها للبوليس والأجهزة الأمنية عشان تقمع المتظاهرين، وبعد ذاك الفساد السائد بشكل سيء جدا في مؤسسات في إدارة الدولة ذاته. عشان كده يعني هو الحكومة ما حريصة. الحاجة الثانية الحكومة بتطبع عبارة عن مكنة بتاع طبيعات قروش، والتضخم حيستمر، وكل الظواهر بتاعت انخفاضه ده مؤقتة وده نتيجة للفساد، لكن مش لأنه في تعافي في الاقتصاد السوداني. وبالتالي يعني المشكلة عميقة جدا، والمشكلة ما بتتحل. المشكلة السياسية مربوطة بالحالة بتاعت الشلل الكامل والتفشي بتاع التشظي السياسي الحاصل في السودان ده، وكل يوم السودان يتأخر المسألة دي بدون ما تجي لها. السودان بيرجع سنة كاملة، كل يوم برجع السودان سنة كاملة معالجات. يعني إيقاف المساعدات من المنظمات الدولية، إيقاف ثمرات، إيقاف مسار إعفاء الديون، ده تاني عشان نصل للمرحلة دي تاني دار لنا 5-6 سنين. نعم. طيب سنين ده لو الحكومة رجعت حكومة عديلة يعني، مش حكومة بتاعت انقلاب. نعم. سؤال أخير، يعني الشهر 6 الجاي ده يعني يفترض كان حسب التخطيط انه يعني يقرروا في انه يعني يرفعوا الديون عن السودان يعفوها ليه ولا تقعد. جاء الانقلاب قطع الحاجه دي والناس دخلوا في واقع سياسي جديد. فاذا ما تم اعفاء الديون ورجعوا السودان بقى المفروض يدفع ديونه دي، الحاجه دي اثار على الناس شنو؟ عنده اثار سيء جدا. اول حاجه طبعا اعفاء الديون بيرفع من بحسن الحاله الائتمانيه للسودان، الكريديت ورثنس بتاعته، وبالتالي ممكن المستثمرين الأجانب يلقوا مؤسسات دولية تمولهم عشان يجي يستثمروا في البنية التحتية للاقتصاد السوداني في المجالات الأساسية للسودان. لكن طالما أصلا السودان عنده ديون ومعسر في ديونه، فبالتالي بيكون عنده باد كريديت ريكورد، وما في دول بيجي بيدينه قروش أو لأي شغل عنده علاقة بالسودان. يعني حتى لو شركات دار تمشي تستلف قروش عشان تستثمر في السودان، البنوك مبتدئة، لأنه البنوك واحد من الشروط الأساسية هو الحالة الائتمانية، الموقف الائتماني للدولة. والسودان بديونه ده سودان مفلس، سودان عاجز، ما قادر يسدد أقساط ديونه ولا خدماته، وبالتالي ما في دول بيستثمرون. خلينا من القروض والاستثمارات وكده، حتى الإعانات إذا وقفت، يعني الإعانات دي كان بتدخل عملة صعبة للبلد، الناس ممكن يستثمروا يجيبوا الأدوية يجيبوا كده، هسه هذا كله بقى ما في. يعني حسب الحكومة دارينا تورينا نسبة العجز كم في ميزان مدفوعاتها وفي ميزان التجاري، ما بتوري لأنه العجز ذاته كولاترال اللي يعني العجز بمبلغ خرافي. فبالتالي يعني زمان كان الفرق بين صادراتنا وارداتنا بين 5-4 مليار، لكن حسب أول حاجة الصادرات ذاتها وقفت لفترة طويلة جدا لنتيجة لإغلاق المواني في بورت السودان، وده طلع السودان من سوق كثير في العالم كان السودان عنده مساهمات كبيرة فيه. الحاجة الثانية ده لسه ما تم استعادته بشكل حال. المسألة الثانية احتمالات الاضطرابات في الشرق لسه واردة، وعشان كده يعني إيجار الشحن للسودان حيكون تضاعف، إيجار الحاويات تضاعف، في شركات كثيرة رابطة تتعامل مع السودان لحد الآن لأنه احتمالات إعادة الاضطراب في المواني قائم، لأنه لسه في مشكلة في الشرق، والمشكلة السياسية الكبرى بتاعت الانقلاب ما زالت تتحل والمعاناة حتى تستمر. نعم. الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي كنت ضيفنا في راديو دبنجا. شكرا لك كثير. الله يخليك. تسلم. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. أبلغ حزب الأمة القومي الآلية الثلاثية التي تضم
البعثة الأممية في السودان والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد موقفهم من حل الأزمة السياسية في السودان، وقال إن العلاقة بين القوى المدنية والعسكرية يجب أن تكون في إطار المشاركة وليس الشراكة. حول ما دار في اللقاء وماذا تعنيه مفردة المشاركة، استضفنا في جولة السودان اليوم السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة. لا، بالنسبة للغانا مع الآلية الثلاثية، طبعا احنا في حزب الأمة حقيقة كان أصدرنا خارطة طريق وخارطة الطريق لمحاولة إيجاد حلول للأزمة الوطنية الخانقة ولتدارك المنزلقات الماضي فيها الوطن عبر تلك الخريطة التي وضحنا الطريق ووضحنا الآليات وما إليه، ومن ثم عرضت هذه الخريطة على حلفائنا في الحرية والتغيير، وتم إصدار رؤية مشتركة بيننا وبينهم في كيفية التعاطي مع الأزمة الوطنية الحالية. بالنسبة للآلية نفسها، نحن حقيقة برضو اجتمعنا بعد ما بدأت المشاورات المجتمعية الواسعة، نحن حقيقة برضو طلعنا بيان وأكدنا تعاطينا الإيجابي مع المبادرة الثلاثية لكي تقوم بدور التسيير والتسهيل في الحوار السوداني. أسى ولعل أن نستطيع أن نصل إلى إنهاء الانقلاب، ونحن في كل تحركاتنا التي نقوم بها على المستوى السياسي، الحوار السياسي السياسة، ولا على المستوى الالتقاء مع الإخوة الأجانب في السودان وعلى مستوى الدبلوماسيين، كل كلامنا نحن حقيقة محصور على في محور كيفية إنهاء الانقلاب واستعادة المسار التحول المدني الديمقراطي. نعم. يوم أمس كان عندنا لقاء، وهذا اللقاء الثاني حقيقة مع الآلية الثلاثية في حزب أمة. التقينا معهم وطرحنا لهم تصورنا وكيف نرى أولا التشخيص الصحيح لهذه الأزمة هو الانقلاب العسكري الذي يعني حط على صدر الشعب السوداني ونزع وألغى الوثيقة الدستورية وأصدر عدد من القرارات التي أكدت على الردة إلى ما قبل الثورة ديسمبر المجيدة، وأكدنا لهم الطرح بتاعنا واضح في كيفية العمل الديمقراطي وفي كيفية التحول المدني عبر عملية سياسية مجدية بدون أي مناورات وبدون محاولة تجذب أي نقاط. وصل الوطن إلى مرحلة يعني من البؤس والتردي الأمني والاقتصادي والاجتماعي والقانوني والأخلاقي، حتى إلى درجة لا يستطيع أحد من المكونات إن كانت سياسية أو عسكرية أن يناور حول هذه النقطة أو يقابره. المجموعة الإخوة فولكر والمجموعة تحت المبادرة الثلاثية تقبلوا كلامنا بصدر رحب وأكدوا على أنهم هم نفسهم هذه هي المحاور التي يعملون من أجلها كيفية إنهاء الانقلاب واستعادة التحول المدني الديمقراطي، لما يتشاورون مع كل القوى السياسية وكل أبناء الوطن السوداني في إيجاد مخرج. نعم. طيب السيد الواثق، يعني انتوا تكلمتوا عن انه العلاقه على احتجاج بالمدنيين يجب ان تكون مشاركه وليس الشراكه، دي الحاجه ظهرت من لقائكم الاخير، يعني الفرق شنو؟ يعني هل هي مساله لغويه ولا عندها محتوى؟ لا لا لا، الفرق واضح جدا، ليس لغويه، ليس للعسكر اي دور في العمل السياسي المدني. نعم. ولما نتكلم كذا نتكلم انه يعني هم كأبناء وطن عندهم دور، ودورهم في حفظ الأمن، في قوات المسلحة، في كيفية التعامل في حراسة الحدود وما إليه من قضايا تجمعنا معهم كقوات مسلحة، ولكنهم ليس يعني نحن عندنا شراكة في العمل السياسي إطلاقا. نحن ذا كلام واضح، يجب إبعاد القوات المسلحة من الأجهزة المدنية، ليس لهم علاقة بالأجهزة المدنية، ليس لهم علاقة بالعمل السياسي، ليس لهم علاقة بالعمل القضائي، ليس لهم علاقة بالعمل التشريعي، وإنما بحكم دستورهم وبحكم وظيفتهم وبحكم تخصصهم وبحكم تدريبهم عندهم مهام، وده دور إيجابي يصب في مصلحة الوطن. ما
فكلامنا واضح في الحتة دي. نحن ما بنتكلم عن إنه إعادة الشراكة التي فضاها العسكر بانقلاب يوم 25 أكتوبر ومزق الوثيقة اللي هي الشرعية أصلاً في 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 الأنظمة بتقوم يا إما على التراضي أو شرعية انتخابات أو الشرعية الثورية. فحقيقة كان في شرعية تراضي بيننا وبين العسكر، هم فضوا تلك الشرعية، ونحن الآن نقول نحن ليس داعين لأي شراكة يعني مع العسكر في إدارة أمر البلاد. نحن نتحدث كمواطنين سودانيين أو عندنا براءة لرغبات الشعب السوداني، فبالتالي بنقول أي من يتحدث عن إعادة الشراكة مرة أخرى والعودة إلى يوم 25 أكتوبر هذا كلام غير صحيح. فيجب على العسكر العودة إلى عملهم وإلى سكناتهم وإلى ما يجدون القيام به. نعم. طيب سيد الواثق البرير، يعني أنتوا حسب كلامك لقيتوا الآلية الثلاثية مرتين لغاية السي، مرة معكم الحرية والتغيير وهسا يعني منفردين الآن، الفرق شنو بين الغاية؟ لقينا قصدي احنا لقينا كمنفردين مرتين ولقيناهم مع الحرية والتغيير مرتين. نعم. الفرق الآتي، يعني احنا كحزب أمة حزب رائد وحزب كبير عنده كثير من القدرات على الضغط وعلى العمل السياسي، هم بدعونا بهذه الشكل، لكن نحن في كل الحالات بنمشي بنفس التصور وبنفس الرؤية المشتركة. نحن عندنا رؤية مشتركة بيننا وبين حلفائنا في المجلس المركزي، سميناها رؤية مدمجة حول الرؤية كيفية التعامل مع الوضع الحالي، وعندنا رؤية مشتركة في الحل السياسي. بالتالي اللغاءات دي كلها مكملة لبعضها البعض. نعم. طيب يعني في أطراف بتدعو إنه لفرض عقوبات على الناس اللي رافضين للحوار، فيعني أنت رأيك شنو في دعوة زي دي؟ إنه في ناس قالوا لا حوار لشنو لشنو، يعني هل يجيب معاقبتهم؟ يعني هي لا في هذه العملية السياسية لا تجدي فيها العقوبات، فهم في النهاية نحن نتكلم عن يعني حوار، الحوار اللي نتكلم عنه ونحن نسميه العملية السياسية دي عايزة الناس كيفية الدخول فيها، لكن إنها تقييم سياسي، تقديرات سياسية لكل إلى كل قوة سياسية عندها تقديرات، لكن محاولة فرض هذه القصة بغرارات أو بعقوبات لا تجدي، لكن على القوة السياسية أن تدرك أن العملية السياسية هي الحل. قدموا شبابنا تضحيات، قدموا شهداء، قدموا جرحى، وصلوا إلى 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 مرحلة متقدمة في الضغط على التحول اللي هم الذي يحلمون به السودان الحر الديمقراطي. بالتالي على القوى السياسية أن تحول تلك الطلبات وتلبيها عبر عملية سياسية منتجة. أنا لا أقول ما بالضرورة حوار، هناك عدد من الآليات التي يمكن استعمالها في العملية السياسية. على القوى السياسية أن حسب خبرتها وحسب قدراتها وحسب انتشارها أن تعمل من أجل تحقيق مطالب الشعب السوداني. من يريد أن يقف في موقف المتفرج لكي يحصل تلبية هذه الطلبات بفعل فاعل فهذا تقديراتهم. نحن في حزب الأمة عندنا مسؤولية وطنية ومسؤولية تاريخية، نسعى إلى صنع الأحداث وليس الانتظار متفرجين بحدوث الأحداث. نعم. طيب سؤال سريع أخير كده ده. يعني نحن بنسمع بالآلية الثلاثية لاقت الأطراف كلها ولجان المقاومة وشنو، لكن يوم ما تكلموا قالوا إحنا لاقينا الجيش، فيعني هل الحاجة دي قاعد تحصل؟ والله أنا في رأيي هم يعني بيبلغون إنهم بلاقوا قيادات من، لكن مش بشكل يعني سؤالك ده صحيح، لكن هم يعني أبدوا يعني مثلا نحن يوم أمس كنا معهم في مجموعة منهم اتحركت قالوا عندهم اجتماع مع قيادة عليا في الغوات المسلحة. طبعا نحن ما سألناهم همنوا ولا هم في أطو إطار، لكن من المؤكد بيكون عندهم لقاءات في لقاءات معلنة بتجي في الغنوات. شايف سيد فولكر قاعد يلاقي البرهان، يعني شفته كم مرة في الأخبار في التلفزيون إنه لاقى القائد العام لغوات الشعب، وأنا أفتكر عندهم لقاءات يعني، لكن مش بالشكل الجماعي. نعم.
طيب يعني حسب ودي برضو من المناسبة يا إبراهيم دي من النقاط اللي إحنا الأثيرنا هي التباينات داخل المكون العسكري نفسه. المكون العسكري بالمناسبة هو تباينات كبيرة جدا الناس محتاجين تعمل فيها برضو لكي نصل لحلول للمخرج للوطن. نعم ما لكن يبدو انه يعني معظم يعني مش القوى السياسيه بس يعني حتى الناس العاديين المتابعين للمشهد السياسي يعني ما قادرين يلتقطوا هذه التباينات العسكريه. ايوه لا واضح جدا التباينات العسكريه واضحه يعني اي متابع حصيف لتصريحات السيد حميدتي ولتصريحات السيد برهان بيقدر يشوف انه هنالك بعض التباينات لتصريحات السيد مني لتصريحات الأحباب في الجبهة الثورية تصريحات المختلفة إن كان من القيادات الأخرى العسكرية السيد صباشي ولا السيد ياسر واضح إنهم يعني في تباين واضح يعني لأي متابع يعني بيشعر إنه إنه في شيء يعني عدم تناغم في الأفكار وفي الرؤى بتاعتهم. نعم لكن طالما يعني هم يعني قاعدين في نفس السفينة وبيفتكروا إنه مصيرهم واحد التباينات دي يعني ما يعني بلموها أظن أقدر أبني عليها كثير. لا أنا ما أقدر أبني عليها لكن أنا بقول لك إذا سيد فولكر وأصل ساعي مفروض يلمهم برضو زي ما بحاول يلم التانيين يعني ما ممكن نتجاهل هذا الموضوع ونقول إنه ما في لكن كلامك صح برضو هم في النهاية هو المدنيين مفروض يحسوا نفس الإحساس إنه مصيرهم واحد وحيكونوا نفس الـ يعني النتائج هتمشهم كلهم زي ما بتمشي العساكر كلهم. نعم طيب سيد الواثق يعني في قراءتك للمشهد انا ثاني ما حمسك كثير يعني يعني هل هنالك ما يدعو للتفاؤل الان في انه في زي ما بيقولوا والله نحن يعني العمل السياسي ده ما هو فعل ونحن من اعلن السيد قائد الجيش في رمضان الماضي انهم جاهزين للتحرك باتجاه إيجابي لحل الأزمة الوطنية طلبناهم إتباع الغول بالعمل وإصدار مرسوم دستوري أو إصدار قرار واضح وصريح في بداية تهيئة البيئة المناسبة لأي نوع من عملية سياسية وأولها إطلاق سراح جميع أبنائنا في لجان المقاومة إيقاف العنف رفع الطوارئ يعني كثير وقف القرارات الارتدادية التي ترجع النظام السابق المتأسلم كلامنا واضح معهم إنه إذا هم جادين فعلا وعشان إحنا نقبل متفائلين يجب عليهم اتخاذ خطوات حقيقية وفعلية وهم قالوا إحنا أطلقنا بعض القيادات السياسية هذا من المؤكد لا يكفي إحنا دايرين عمل مؤسسي عمل يعني قرار بتاع مؤسسات وليس أفراد لن نتكلم عن قيادات سياسية ونتكلم عن شبابنا والشابات والمعاملة وظهور ورجوع النظام البائت القديم واضح أنه الآن رجع إلى مفاصل الدولة بالتالي إذا هم جادين عليهم إظهار بعض القرارات اللي بتأكد الجدية عشان نقدر نتفاعل على المجال يعني. نعم السيد الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة شاكر لك أنا كنت ضيفنا في راديو دبنجا. إبراهيم تسلم الله يخليك. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. Thank you.